استقبل الحرم المكي أول فوج من المعتمرين عقب الانتهاء من موسم الحج وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية التي فعلتها شؤون الحرمين، وذلك من أجل سلامة وصحة المعتمرين، حيث هيأت مع الجهات المعنية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة وفق تنظيم وترتيب معين حفاظا على الإجراءات الاحترازية وتطبيقا للتباعد الجسدي أثناء تأدية مناسك العمرة من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التي يؤدون فيها الصلوات. وتكثف رئاسة شؤون الحرمين أعمالها لتهيئة المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين عبر منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة، حيث تقوم الوكالة بعمليات أو تقوم الرئاسة بعمليات التطهير والتعقيم داخل المسجد الحرام، وتسخر الخدمات التي تشرف عليها، وذلك من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة. الحديث حول هذه الاستعدادات ينضم إلينا هاتفيا وكيل الوزارة وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين هشام سعيد. أهلا بكم أستاذ هشام معنا في نشرة النهار. طبعا بداية نبارك لكم نجاح موسم الحج الاستثنائي بكل المقاييس، وكيف هي الاستعدادات اليوم أيضا لاستقبال المعتمرين؟ حياكم الله جميعا. طبعا الحمد لله بفضل من الله تحقق نجاح حج عام 1442 الحج الاستثنائي بتضافر جميع الجهود والجهات العاملة في هذه المنطقة. زي ما احنا شايفين الآن المواسم متتالية والمهمة مستمرة والعمل أصبح لا ينقطع في خدمة ضيوف الرحمن، وهذا شرف عظيم نتشرف به جميعا. بدأنا الحمد لله مع صباح هذا اليوم بالعودة الموسم العمرة العامل لعام 1443. طبعا الاستعدادات الحمد لله تم التخطيط لها وتم وضع الآليات التنفيذية بالمواءمة والترتيب مع جميع الجهات قبل البدء في هذا الموسم. الحمد لله بدأ استقبلنا مع منتصف الليل أو مع بداية فجر هذا اليوم أولى طلائع المعتمرين. الحجوزات طبعا بتتم عبر تطبيق تمرنا من خلاله للتأكد من عمليات البروتوكولات الصحية والضوابط الصحية والمعايير، لأنه إحنا ما زلنا في جائحة كورونا ومستمرين إن شاء الله في عملية تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، حتى جميع الخطط التشغيلية مبنية على أساس الصحة والاتخاذ كافة التدابير والمعايير الصحية لتضمن بإذن الله سلام الضيوف الرحمن، زي ما شفنا في عام 42 في موسم العمرة اللي تخطينا فيه الحمد لله أكثر من 22 مليون مستفيد من تطبيق أتمرنا، مع وجود حالات صفرية من الإصابات لله الحمد. كذلك في موسم الحج الحالي اللي انتهينا منه قبل يومين برضو على وزارة الصحة ولله الحمد بالحالات كانت صفرية، فمستمرين إن شاء الله في هذا الجهد، ونبدأ بإذن الله نستقبل طلائع المعتمرين اللي بدأناهم الآن من المواطنين المقيمين من داخل المملكة، ومع بداية شهر محرم بإذن الله حنبدأ نستقبل المعتمرين القادمين من خارج المملكة. إذن من شهر محرم بإذن الله سوف يتم استقبال المعتمرين من خارج المملكة. طيب أستاذ هشام، هل من تحديثات حول البروتوكولات التي تم وضعها سابقا قبل موسم الحج بالنسبة لموضوع العمرة، هل كان هناك أي تحديثات عليها؟ طبعاً التحديثات دائما بتكون حسب مسار الجائحة وإيش الأمور المستجدة اللي بتظهر في مسارات الجائحة وتطوراتها، عشان كده في دائما التنسيق والعلاقة دائما عن قرب مع وزارة الصحة. بالنسبة للبروتوكولات الحالية هي تقريبا في مجملها هي نفس البروتوكولات والضوابط الاحترازية والصحية اللي عملنا عليها في موسم عمرة 42، لكن في الآن شرط جديد بدأناه من شهر رمضان المبارك في عملية اشتراط الحصول على جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة العربية السعودية لمن يرغب في أداء مناسك العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام وزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. يعني هذا هو الشرط الجديد، لكن ماذا عن أيضا الوصول إلى المسجد الحرام كمناطق وكفرز؟ هل هي نفس ما كانت عليه قبل موسم الحج كتنظيم؟ التنظيم صح موجود زي ما كان قبل موسم الحج، وكان الهدف منه هو عملية تجويد الخدمة وتسهيل الوصول للحرم المكي الشريف من خلال مقدمي الخدمات. زي ما احنا عارفين لما كنا مستحدثين حوالي ثلاث نقاط او ثلاث مناطق تجمع رئيسية في الشبيكة واجياد وباب علي لتسهيل عملية الدخول والخروج للمسجد الحرام حسب الخطة التشغيلية
الموضوع من وزارة الحج والعمرة، كذلك الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام ووزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة. فنفس الآليات مستمرين عليها، مع ملاحظة أنه الآن مع موسم الحمرة أزيل الطوق الأمني اللي كان مفروض بسبب العمليات والتنظيمات الأمنية لموسم الحج، لكن الآن المنطقة المركزية هي تعمل، وبإمكان المعتمرين أيضا استخدام الفنادق في المنطقة المركزية أو المنطقة المحيطة. حتى الوزارة الآن تعمل وأطلقت حملات هدفها عملية تنشيط القطاع الاقتصادي في حملات الآن، وفي شراكة استراتيجية مع الناقل ووفر خطوط الجولة العربية السعودية في تمكينهم وإعطاهم حصص من تطبيق أتمرنا مع الرحلات الداخلية لإصدار هذه التصاريح، كذلك إعطاء حصة أخرى للفنادق المؤهلة عبر منصة وزارة الحج والعمرة الإلكترونية أو محرك الحجز المركزي السعودي، اللي يمكنها أيضا من إعطاهم حصة من هذه التصاريح لمن يرغب في تكوين باقة خدمة متكاملة تشمل السكن أو تذاكر الطيران، وتكون تصريح اعتمدنا الممكن لأداء العمرة والصلاة جزء من هذه الباقة في عملية تنشيط المنظومة الاقتصادية للحد من التداعيات الاقتصادية اللي فرضتها هذه الجائحة. طيب أستاذ هشام، يعني كأرقام وإحصائيات، كم عدد التصاريح التي تعطونها للعمرة في اليوم الواحد، وكيف سيكون توزيعها على 24 ساعة؟ التوزيع على مدار 24 ساعة بنعتمد على 6 فترات تشغيلية أساسية، كل فترة تشغيلية بتكون مدتها 3 ساعات، يتمكن من خلالها الزائر أو ضيف الرحمن ومن يرغب في مناسك العمرة بأداء المناسك والصلاة والعبادة في هذه 3 ساعات. أيضا راعينا موضوع تداخل هذه الفترات التشغيلية مع أوقات الصلاة المفروضة عشان نضمن إنسان يكون في توزيع أمثل للعداد من الزوار أو المصلين أو المعتمرين، كذلك عملية إعطاء بعض الفترات اللي بتكون مخصصة لعمليات التطهير في المسجد الحرام والتعقيم اللي بتكون فيها مشكورة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام. الأعداد بنبدأ الآن بشكل تدريجي وبيتم التقييم بشكل دوري لرفع الأعداد، وكان برضو لاحظنا هذا في العام الماضي في العمرة لما بدأنا ب 6000 ثم 15000 ثم 20000 اليوم، ووصلنا إلى شهر رمضان إلى 50000 معتمر في اليوم الواحد. الآن إن شاء الله حنبدأها ب 20000 معتمر في اليوم، ويستمر الطلوع تدريجيا حسب المتطورات والمنحنيات وتقييم الآليات والخطط التشغيلية الموضوعة لعمرة عام 43. إذا 20000 معتمر، هذا هو هدف وزارة الحج والعمرة في هذا الموسم الجديد من العمرة. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الأستاذ هشام سعيد، وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين.